لا يزال الحديث عن تعديل الدوائر الانتخابية يأخذ حيزا لا بأس به من تصريحات النواب والكتل السياسية، حيث لا تزال المطالبات بتغيير النظام الانتخابي المعمول به حاليا تقابلها تصريحات رافضة لأي تعديل، إلا أن التصريحات الجديدة تخللها تصريح من نائب في كتلة الغالبية ينفي من خلاله اتفاق الكتلة على مقاطعة الانتخابات في حال إجراء تعديل على النظام الانتخابي الحالي. رغم تصريح وزير الإعلام الشيخ محمد عبد الله المبارك قبل أيام بأن الانتخابات القادمة ستنظم بنفس الطريقة المعمول بها حاليا، إلا أن التصريحات المتعلقة بتعديل النظام الانتخابي لا تزال تصدر بين الحين والآخر، مطالبة أحيانا بتعديل النظام الانتخابي ورافضة المساس به أحيانا أخرى. فلا زال نواب وتجمعات سياسية يطالبون بتعديل هذا النظام والتحول إلى نظام العشرة دوائر بصوتين لكل ناخب، فيما يطالب آخرون بالإبقاء على نظام الخمس دوائر ولكن مع تعديل عدد الأصوات إلى صوتين فقط. وعلى الطرف الآخر، ورغم عدم ورود أي تصريح حكومي يعكس نيتها تعديل النظام الانتخابي بشكل رسمي، إلا أن نوابا من الغالبية في مجلس 2012 الذي أبطلته المحكمة الدستورية أعلنوا رفضهم أي تعديلات على هذا النظام، معلنين رفضهم أيضا المشاركة في الانتخابات في حال إجرائها بنظام جديد. إلا أن اللافت للنظر أن نوابا في الغالبية أيضا ومن بينهم النائب محمد هايف أكدوا أن كتلة الغالبية لم تتفق على مقاطعة الانتخابات إذا ما عدل قانون الانتخابات إلى عشرة دوائر وصوتين لكل ناخب، معتبرا أن تصريح بعض نواب الغالبية عن الاتفاق على مقاطعة هذه الانتخابات ليس دقيقا، لافتا إلى أن ما هو محل اتفاق الغالبية هو إفشال المخطط لتعديل النظام الانتخابي. من جهته اتهم النائب خالد السلطان الحكومة بأنها تدرس قرار تعديل النظام الانتخابي في دوائر أخرى خارج الحكومة. وتأتي هذه التصريحات جميعا فيما من المتوقع أن يكون الاستمرار في مناقشة رفض تعديل النظام الانتخابي ومشاركة نواب الغالبية في أي انتخابات تجرى وفق نظام انتخابي جديد من أبرز القضايا التي سيناقشها نواب الغالبية في اجتماعهم المقرر مساء غد بديوان عضو الغالبية أسامة المنزل.